انما النهارده بنتكلم كلام اهم من كده. ترتيبه المخ يا اولاد، المخ المترتب ينجح ملهاش علاقه الحكايه دي قوي بالذكاء الدراسي ولا ذكاء الفوازير ولا سبعه دخل واثنين خرجوا يبقى كام، مش دي. مخ مرتب، الناس المخها مرتب تنجح عمليا واجتماعيا، والغير مرتبين يفشلوا. ايه اللي عايز اقوله كطلبه؟ نقط توبكس بسرعه عشان خاطر يفتكروا كلامي كلمه كلمه. اول واحده، لازم نذاكر. تتعمل زي بابا؟ لازم نذاكر. ليه لازم نذاكر؟ لان الكلمه دي هقول لك وانت في الامتياز، لما قابلك امتياز ان شاء الله هقول لك، لو كنت عايش هقول لك كده، لو ما ذاكرتش يا حبيب جد هتاكل حرام، هتاكل حرام، هتعالج الناس من غير معلومات. فلو انت النهارده شغلتك الوحيده حاجتين، تذاكر وتعبد ربنا، في حاجه تانية؟ فما بتذاكرش، ما انت بتهبب ايه؟ امال لما انت تتخرج وراك بقى مليون حاجه، مراتك وعيالك وعايز شقه وعايز تغير بوتاجاز، لان مراتك نفسها قوي في بوتاجاز بشوايه وانت ما عندكش شوايه، والناس كلها عندها شوايه يا محمد وانت مش جايب لي شوايه، ومراتك نفسها قوي في مكنه في جهاز عصير قصب قوي ده عشان تعصر قصب في البيت وانت ما عندكش عصيره قصب في البيت. مين عنده عصيره قصب في البيت؟ جيبوها يا اولاد جميله. فوانت ده ولازم تذاكر هناك. امال دلوقتي هقول لك نيتين مهمين قوي للمذاكره. الصح انك بتذاكر عشان كمان من النيات مجتمعك وبلدك وتتقدم بيها نيات كبيره صعبه عليك. خد نيتين سهلين. الاولانيه قلتها لك، لو ما تعودتش على المذاكره هتكبر ما بتذاكرش وخلاص هتشتغل دكتور، ما احنا خلاص ركبت السكه دي، فهتاكل حرام. واحد اتنين، بر الوالدين يا اخي، باباك ومامتك يتبسطوا قوي قوي لما يلاقوك بتذاكر، ذاكر بنيتهم. بس ممنوع في حياتنا اي حاجه انا مسؤول عنها تبقى بمزاجي، ليا نفس ماليش نفس، مش كده. الحاجه الصح مش بالحماس، الحاجه الصح قرار. دي اول نصيحه. اتنين، ما تتهزمش من جواك، خاصه بكلم بتوع اولى وثانيه، انه من دلوقتي تبقى اول الدفعه، تبقى في العشر الاوائل. عشر اوائل. يعني يا رب اجيب جيد جدا ان شاء الله. يا حبيبي يقول لك انوي تبقى في العشرة و... لا لا انا مش هنوي، لا لا انا غبي حضرتك انت، انا عارف نفسي يا حبيبتي. انوي انوي انوي، قولي ان شاء الله بقى في العشرة اوائل. انت في ثالثه في رابعه، والسنه اللي فاتت كنت معادي في الدفعه، انوي السنه دي تبقى في العشرة اوائل. ايه الصعب يا ولد؟ بس المطلوب منك كده انوي وذاكر. والله سهله، سهله جدا جدا جدا، ولولا ان انا كمان مستعجل والوقت بالظبط ثلث ساعه 20 مينتس كنت هتقول قصة عليا أنا شخصيا. فعايز أقول يا أولاد أبدا ما تتهزمش من جواك. اللي بيطلع أول وتاني وتالت ورابع هو هو زيك، عنده وان ليفر وان سبلين وان أبندكس، هو هو واحد. He has two eyes and he can say. He has two kidneys and he can micturate. He has one colon and he can codificate. هو هو واحد. أنتوا هم زي بعض. ليه تبقى مهزوم؟ عشان دي جاية الخطوة تانية هقولها دلوقتي. ايه الخطوة الثالثة؟ لما تشتغل تنوي تبقى اشطر واحد. اوعى تنوي تبقى واحد من الناس، اوعى. لا اوعى تبقى خايب. ناوي كده عينك ابقى اشطر واحد. لازم. وعايز اقول كلمة مهمة، اشطر واحد يا دكتور ما انتوا خدتوا خلاص كل حاجة. لا يا حبيبي، الكراسي، الكلام ده غير مهم قوي، الكراسي الكبيرة لسه فاضية. ايه معنى اللي بقوله؟ ادي أي إكزامبل يا فندم. اي اكزامبل باي حاجه طبيه شهيره جدا امتياز يعالجها، مثلا دايبيتس، عنوان هايبرتنشن، واحد قريبك عنده ضغط عالي، قول كده اروح لمين؟ واسال 50 60 70 واحد 100 واحد، هتلاقيهم في الاخر بيلفوا حوالين خمس ست اسماء. يعقول؟ ده احنا القاهره معرفش كام مليون، مثلا 10 مليون القاهره الكبرى، القاهره وجيزه، وبنتكلم في 7 8، ولو انت المحافظه تلاقي اسمين ثلاثه. طب ده المحافظه دي 2 مليون، انا محتاج كام كرسي كبير ل 2 مليون؟ 6 7 8 9. اذا فكثير يا فندم من الكراسي الكبيره لسه فاضيه مستنيه حضرتك، مش محتاجين نقتل الموجودين دول ولا نخلص منهم ولا نسمهم خالص، وهم قاعدين على كراسيهم، في كراسي كتير فاضيه موجوده مستنياك. النهارده الاوائل في كثير من مجالات، لسه بنتكلم امبارح مع مجموعه من زمايلنا من تلامذتي انا، من الجيل اللي طالع، اساتذه مساعدين واساتذه جداد، هم الاوائل في الحاجات اللي دخلوا فيها. فيا حبايبي الكراسي الكبيره لسه فاضيه،
فمن دلوقتي انوي تبقى احسن واحد كطالب عشان لما تتخرج تنوي تبقى احسن دكتور مش واحد من الناس. جملة بعد كده، ما شفتش واحد مجتهد ومش ناجح. اقول كلمة تانية ومش غني. ما شفتش واحد مجتهد الا بقى ناجح وغني كمان. بس اوعى تشتغل عينك على الفلوس ابدا، اشتغل عينك تبقى ناجح والفلوس هتيجي والنجاح هيجي والشهرة هتيجي، بس تبقى انت مجتهد. جملة تانية، وانا سعيد قوي ده قابل طلبة عشان نصيحة بتبقى انا حاسب الامتياز بتبقى جاية متأخرة قوي، قاسية اللي هقولها شوية دي، ارجوكوا ما تختارش تخصص، ما تحبش تخصص. كلامي واضح؟ في الواقع يا حبايبي ان انت مش هتشتغل اللي بتحبه، انت عليك تحب اللي هتشتغله. مش فاهمني؟ انت هتتخرج، يا اما انت راجل ليك نيابة في الجامعة ونيابة الجامعة دي مش زي ما انت عايز، لو انت اول الدفعة او تاني، لكن في الواقع في نيابات واللي يجي لك. انا شفت ناس في اوائل وغيرهم نيابات رائعة عندنا في القصر العيني وضاعت عليهم. ليه؟ اصله حاطط في دماغه بيحب حاجة معينة وجاله حاجات مذهلة مش قادر يقبلها، عايش طول عمره في دي. اصل انا يا دكتور علي نفسي اخد جراحة، ونفسي مش اخد اي جراحة، جراحة هاند سيرجري، ونفسي قوي في الليتل فينجر. ليه يا حبيبي؟ ايه اللي انت شفته في نفسك، في طول شعرك، في شكل ودنك قال كده؟ لا يا حبيبي، عشان خاطر يحبوا كل، انت بشر غصب عنك هتحب حاجة، يعني جواك متخيل انك ماشي بسماعة بتاع كارديولوجي وخلاص بطلوا يسمعوا بالسماعات، بقى كله ايكو دلوقتي وخلاص يعني، لكن عايز اقول من الاخر انت متصور نفسك كده. ارجوك سيب نفسك شوية، حب كل حاجة. قانون السيستم الشهير، السيستم ده تفهموا هذا التعبير في ستة، قانون كل تلامذتي سيستم اللي هو انتوا كلكم ان شاء الله، قانون السيستم الشهير محلاها طب الصناعات. يعني ايه؟ في تخصص اسمه طب الصناعات، تسمعوا عنه؟ في تخصص عندنا في الكلية اسمه، على فكرة تخصص رائع، جالك طب الصناعات محلاها طب الصناعات، وتجتهد فيه وتنجح فيه. لكن لو انت يا حبيبي اشتغلت شغلانة ما بتحبهاش لن تنجح ابدا. طب لو اللي انت بتحبه مش عارفين نجيبهولك، واضح ولا مش واضح؟ فخليك كده برود مايندد شوية، وانت تنفع تشتغل اي حاجة اي حاجة. فلو سمحت حب كلهم، لانه حتى في وزارة الصحة انت بتتخرج بتمشي في احد ثلاث مجالات، يا الجامعة يا وزارة صحة يا حاجات بره الاثنين، مستشفيات تعليمية، الجيش، الشرطة، حتى في دول انت بتختارش نيابتك. هتقول ايه؟ لا طز في الجامعة، انا جاي لك يا وزارة الصحة اختار اللي انا عايزه، تروح ما تلاقيش اللي انت عايزه برضو. واضح كلامي؟ اللي بعد كده، وفي حتة مهمة في الاختيار، في تخصصات لازم يكون في قسطة وبلية. ما تختارش تخصص محتاج قسطة وانت مش هتلاقي قسطة. يعني اخترت عظم بتحب العظم انت جدا وماسك عظمه طول النهار، ويعني حتى في اللحمه سايب اللحمه وبتاكل في العظم، يعني موضوع العظم ده شغلك للنهار جدا، لكن العظم عايز قسطه، الجراحه عايزه قسطه وانت بليه، فبليه ده مهم. طب انا النهارده اختار جراحه عظم وانا رايح حته مش ضامن الاقي القسطه اللي يعلمني، ما اروحش طبعا، مش هيتعلم عمر. في التعامل مع الاكبر منك استفيدوا بخبرات الاكبر منكم، عشان خاطري انت في تانية قابلت واحد اكبر منك في تالتة في رابعة في خمسة، اسمعوا كويس، اسمعوا كلامي، الكلام ده مهم قوي، اسمعوا باحترام حتى لو بيعك. هتسمع 10 نصايح 8 اي كلام واتنين هيفرقوا معاك جدا. انت مش ملزم بنصايح الناس، لكن لازم تعود نفسك لما الكبار ينصحوك يبان عليك الاهتمام، فرحان، متشكر ليهم، ممنوع تقوله ايوه يا فندم انا عارف. اوعى انت النهاردة في النيابة خدت نيابتك وتخرجت، بتمر مع استاذك، خدوا بالكم اللي هقوله، اوعى يبقى الانطباع عنك انك واد شاطر، امال يبقى واد خايب؟ لا، واد مجتهد. عندنا كلنا جوانا حته مش حلوه، كلنا، انتوا اللي قدامي عشان ما تزعلش من الكبار، لما تلاقي واد مصحصح قوي كده وشاطر قوي تبقى عايز تفطسه. قابلت انت واد ثانويه عامه قلت له عامل ايه يا حبيبي؟ ها عامل ايه؟ الحمد لله ماشي كويس دلوقتي، انا بذاكر وجايب كتب وبعمل كتب، يا ابني اسمعني، انا عارف الكلام ده.
ايه مشاعرك تجاهه؟ نفسك يغلط ونفسك يعك ونفسك تهزقه. رغم ده غلط، الشعور البشري الطبيعي ده غلط، وانا دربت نفسي سنين على غير كده. انا لما بقابل حد مصحصح كده بفرح بيه، بيعلمني، برمي له حاجات يعملها ويرجع لي بيها، استفيد من الصغير الشاطر. يبقى انت وانت كبير وحد اصغر ومصحصح وشاطر لا كبره واستفيد بيه، دي طاقات جباره، ودول هيعملوا حاجه كويسه ويسبقوك يا اخي. انا ناس من تلاميذي سبقوني مش في تخصصي طبعا، لا لا يا حبيب جد، ومش انا لا، لكن في اللي هم دخلوا فيه سبقوا وبقوا اشهر من جدو علي فيه. واضح ولا مش واضح؟ فده شجعهم. لكن دون للاسف اغلب الناس مش كده، وانت مش كده. وانت لو قابلت واد في ثانويه عامه، واد شاطر وبتاعه وبيصحصح نفسك، عايز تفطر ابني بطل الهبل الكلام ده عملناه، عايز تسكته. فلا، يبقى اول نصيحه ليك لما تكبر، انت لسه اصلا مش ما كبرتش خالص، لما تكبر وتقابل حد مصحصح شاطر مجتهد حتى شويه، يعني بتعبيرنا العامي بيتنطط شويه زي بعضه، انت محتاجه استفيد منه. لكن انت ارجوك عشان ما حدش يفطسك، عشان ما تتدمرش، لانك مهما كنت كويس وشاطر بتغلط. فكونك باين انك شاطر وفي المرور، وانا يا فندم امبارح قريت في كتاب فارك هارسون بيقول كذا، وانا اول امبارح حضرتك في شوارتز كان بيقول كذا. شوارتز يالا الواد بتاع شوارتز ده لسه جاي امبارح، هتلاقيك تاني تغلط غلطه عاديه مسكوها لك، بهدلوك، دمروك. فارجوك مع اساتذتك تسمع ما تتكلمش، وتنفذ الكلام حرفيا، تكتب كل حاجه وتنفذها، وشطارتك خليها جواك، شطارتك جواك، يستفيد بيها العيان، مموت نفسك عليه والصح ايه؟ الصح لا يبان انك شاطر والناس تساعدك، بس ما تزعلش من الناس لان انت كده. فما تبقاش كده لو سمحت اولا لما تكبر، ورقم اتنين خليك مجتهد جدا، بتذاكر كويس جدا، موت نفسك على عيانك. النصيحة قبل الاخيرة، انا فاكر صح، عندكم ايثكس دلوقتي وانتوا طلبة، والكلام ده انا بقوله في وسط اساتذتكم كلهم وبختلف معاهم دايما. اساتذتكم اصل الجيل ده، اصل الجيل ده، فين الجيل بتاعنا ده؟ جيل اللي فين الجيل؟ لا لا، انا دايما مقتنع 100%، مقتنع زي ما انا شايفكم ان انتوا احسن حاجه، احسن حاجه في كليات طب مصر كلها الطلبه. ليه؟ انتوا عندكم كميه من الاخلاقيات والايثكس والمبادئ اتدمرت عند عامه اساتذتكم بكل صراحه. انت متخيل نفسك عيان غلبان مش لاقي فلوس تدفعوا فلوس؟ لا طبعا دكتور عيان. انت متخيل نفسك عيان مش انديكيتد فور سيرجري تعمل له عمليه؟ لا طبعا معقول. انت متخيل نفسك تبقى استاذ في الكليه بتمتحن حد شفوي، تقعد تسال اسئله ملهاش معنى نهائي ولا ليها قيمه نهائي، بتوع البطنه بيسالوا ازاي تجيب الايبكس، وعمرهم هم ما دوروا على الايبكس في عيادتهم. انت متخيل لما تتخرج ان صاحبك يكلمك يقول لك ابني هيمتحن عندك، والواد مونجول رسمي، مونجوليزم رسمي، وتدي له الفول مارك، وبعدين يخش واحد كويس تساله اسئله تعقد، وانت متخيل تعمل كده؟ كل اللي بيعملوا كده لما كانوا قاعدين مكانكم ما كانوش متخيلين يعملوا كده. متخيل ان انت عيان في نايم على سريره بيسالك ما تردش عليه؟ بتشوفوا الدكاترة بتوعنا الطبيبات والأطباء، خليها طبيبات، مطيرة البلطو بتاعها الأبيض يا سوبرمان، والراجل بيجري وراها يا دكتورة كلمة بعدين بعدين، إيه يا حاجة؟ يا حاجة ده أنت اسمك نايبة نايبة نايبة. لما اتنين مدرسين كده يحبوا يتغدوا يذبحوك ياكلوا يتغدوا بيكي، ردي على الراجل الغلبان ما بتردش عليه، إيه السفالة دي؟ أنت متخيل، أنت متخيلة تعملي كده؟ أنت متخيل تعمل كده؟ قاعد مع حد عظم أستاذ مساعد من ولادي، بقول له ايه اخر ريدكشن فيكسيشن من غير انيسيزيا في كشك العظم ده؟ بيعملوا ريدكشن يا ولاد للهيب ديسلوكيشن من غير انيسيزيا، ليه؟ ده انت جنبك اوضه العمليات، حقنه انترافالي يروح في النوم، ليه كده؟ متخيلين تعملوا كده؟ مش متخيلين. هم دول بقى ما كانوش متخيلين برضو، ولما راحوا في الشغل وعملوا كده. وفي ناس لما كبرت الولاد بس مش البنات بقى لسانهم مش لطيف، بيتخيل ان من علامات الرجوله انه بقى بيقول كلام، بقى راجل. لا ما بقتش راجل، بقيت سافل، كنت مؤدب ابن ناس. فالنصيحه عموما هي ارجوكم ما تتغيروش الا للاحسن. متشكر قوي لدعوتكم ليا، واشوفكم على خير دايما. شكرا شكرا، يا رب يخليك وفق.